حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط مايهاب عبد الله بن سعيد بن حمدان النعيمي 4:41 انتقلنا إلى شوط جديد، الشوط أيضا 25 بمجموع هذه الأشواط يحمل فئة الأبكار. نسير مع الصدارة والمركز الأول بداية الشوط مع مقدمة هذا الشوط الشاهينية علي بن أحمد بن وقيش الظاهري يقدم لنا الشاهينية، بينما المركز الثاني يتابع الوصول من شواهين ناصر بن علي البلوشي، بينما المركز الثالث يتابع الوصول والتقدم بهذه اللحظات من حشيمة سهيل بن سالم بن حمرور العامري، يقدم حشيمة بثالث الأسماء. المركز الرابع من الجانب الآخر بنحاول نشوف هذا الاسم، بينما المركز الرابع اللي واصله واللي قادمه بهذه اللحظات هذه القادمة الشاهينية خميس بن سالم الأعفاري، بينما المركز الخامس وصلت الشاهينية محمد بن هادي بن بيحان المنهالي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى واللي دخلت هنا الشاهينية فلاح بن سالم القادم بهذه اللحظات، فلاح بن سالم الخذيري القادم في هذه الأثناء. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول والبداية الأولى مع هذا الاسم على البداية وعلى المركز الأول مقدمة الشوط مع هنا اللي هي أيضا الشاهينية فلاح بن سالم الخذيري، من يقدم لنا هذا الاسم على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، بينما اللي غيرت مع المركز الأول حاملة الرقم 2 هذه اللي مع المركز الأول الشاهينية حمدان بن سلام الاكتبي يقدم لنا أيضا الشاهينية على بداية الشوط. المركز الثاني وصلت حشيمة سهيل بن سالم بن حمرور العامري غادم بن حمرور على ثاني الأسماء مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت شواهين مع فلاح بن سالم الغادم بالمركز الثالث، والكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو التحديات كيلو الإثارة كيلو الرقص. المركز الرابع أتابع هنالك مياسة محمد بن خميس بن مثلة الظاهري، ولكن خلاص بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى المركز الأول والقيادة ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق المميز الرقص المميز، رقص الشاهينية حمدان بن سلام الاكتبي، من يقدم لنا الشاهينية على بداية الشوط والرقص الأول هنا مع هذا الرقص المميز والقيادة التلغائية، الرقص التلغائي الذاتي بلا أوامر ولا أي تعليمات. روح يا بن سلام بالسماعة بدأت الأوامر ما شاء الله تبارك الله على الشاهينية بالانطلاق بالرقص حمدان بن سلام الاكتبي. يسعد الله صباحك بكل خير يا بن سلام، وأشكرك على هذه العروض المميزة والرقص المميز الرقص الممتاز. المركز الثاني سهيل بن سالم بن حمرور، ولكن خلاص الفوز مع الشاهينية وبن سلام، تهانينا والناموس لحمدان بن سلام الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حشيمة سهيل بن سالم بن حمرور العامري. المركز الثالث إذن مشاهدين الكرام وصلت
الشاهينية فلاح بن سالم، المركز الرابع نهب عبد الله بن مبارك الأحبابي. هكذا التوقيت.